مكملين معكم، وضمن مساحتنا الطبية حنروح ليا رح نحكي عن مشكلة أو حالة مرضية منتشرة كثير وآخذة مثل ما بيقولوا ضجة قوية بين النساء والمرأة بشكل عام. اليوم رح نحكي عن تكيس المبايض. هذا مثل أي مرض ثاني له مشاكله السلبية على الجسم، وبيسبب أكيد مشاكل. بنسمع كثير من أصدقائنا رفقاتنا إنه رفيقتنا تأخرت بالحمل والإنجاب، وبيكون السبب بالنهاية هو كيسة موجودة على المبيض. اليوم لنعرف أكثر عن هذا المرض، نعرف أسبابه وطرق علاجه وكيف أنه ممكن نقدر نكون بعيدين عنه ونكون بعيدين عن الآثار السلبية اللي بسببها مثل زيادة الشعر وزيادة الوزن وحب الشباب يلي بنشوفه عند بنات كتير. حيكون معنا الدكتورة سوسن محفوظ. بدي أقول لك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة. صباحكم كل خير. يعني حكينا كتير عن الأكياس اللي بترافق الصبايا، ولكن خلينا نبلش بعمر صغير. عم نشوف هاي الظاهرة كتير منتشرة، هذا المرض كتير منتشر، يعني بعمر 12-13-14 عم نشوف انه وجود أكياس على المبايض عند الصبايا الصغار. هل هن أكياس نفسهم نفس اللي عند السيدات؟ هل هن من نوع آخر؟ هل هن في لهم خطورة وعلاجهم نفس علاج الكبار؟ تمام، يسعد صباحكم. صباح اول شيء انه طبعا في شيء كثير مهم نحن نميزه باكياس المبيض، هي انه في عندي متلازمه اسمها متلازمه المبيض المتعدد الكيسات، هيدي لحاله وحاله، وفي اكياس المبيض العاديه. طبعا هلا السؤال غالبا اللي عم توجه لي اياه هو عن متلازمه المبيض المتعدد الكيسات. طبعا اكثر شيء بيلعب دور فيه هو العامل الوراثي، زياده الوزن، التدخين. طبعا هلا كثير بيتوجه جيلنا الاولاد الصغار هلا نحو الوجبات الجاهزه واللي بتؤدي لزياده وزن. هلا هو بالعكس، انا عندي بهذا المبيض المتعدد الكيسات حاله انه في عندي زياده مقاومه للانسولين، وهي اللي بتؤدي لتراكم الشحوم، وبالتالي هو اللي بيؤدي لزياده الوزن. هلا اهم نقطه انه نحن نحكي فيها تشخيص المبيض المتعدد الكيسات ما بيكون قبل 18 20 سنه. يعني انا اجتني طفلة على العياده عمرها 12 13 سنه، بلوغ نظامي، وسطيا عمره البلوغ 12 سنه. انا صورت على الايكو، شفت على الايكو انه جريبات متعدده بالمعايرات الهرمونيه، كان في عندي شويه اشكالات هرمونيه. انا ما بشخص مبيض متعدد الكيسات. لحتى اشخص مبيض متعدد الكيسات هذا الحكي بده يكون فوق العمر ال 20 سنه لحتى نشخص المبيض المتعدد الكيسات. طبعا هو اللي بيترافق للاسف مع المشاكل حتى بالجيل هلا فوق ال 20، حتى بالجيل هلا يعني 18 سنة على الأقل. مانو للأسف. هلأ زيادة الوزن اللي منشوفها، حب الشباب اللي منشوفه، هي فترة المراهقة، يعني أنه كل أغلب البنات حتى الشباب أنه بيترافقوا التغيرات الهرمونية مع أنه ظهور العد بالوجه. طبعا الشعرانية، في أسباب كتير ممكن تكون أنه سبب لهذه الشعرانية. حتى أغذيتنا الهرمونية اللي هي أغلبها فيها مواد هرمونية هي اللي بتأدي لهذه الزيادة بالعد وبالحب الشباب وبالشعرانية اللي موجودة. بس تشخيص المبيض متعدد الكيسات حكما مو قبل 18 سنة. يعني البنوتات الصغار لما بيراجعونا بعمر 13 و14 و15 سنة في عندي زيادة بالوزن، فهي غالبا بسبب طبيعة الغذاء اللي هنا عم ياكلوه. العد بالوجع هو بيترافق مع التغيرات الهرمونية اللي بترافق فترة البلوغ. ما بيتشخص عند المبيض المتعدد الكيسات قبل هذا العمر. طب خلينا شوي هيك نفصل بالموضوع اكثر اليوم كرمال انه نقدر نحدد الحاله ونوصفها بشكل صح. قلتي بعد عمر ال 20 سنه، شو اهم الاعراض اللي ممكن تكون قبل ما يصير هذا التكيس على المبيض؟ ما في اعراض بتسبق المتلازمه المبيض المتعدد الكيسات، هي بتترافق مع المبيض المتعدد الكيسات. يعني هو هون انا ما بشوف كياس كبيره مثل ما بيخافوا المرضى انه كياس باحجام كبيره، وانما بتكون عندي كيسات صغيره على المبيض انه لا تتعدى الواحد سنتي بس بعدد كبير. هيدا الحاله بتترافق مع زياده بالوزن، مع عد في الوجه، مع شعرانيه، مع تساقط شعر الراس وخصوصا بمنطقه مقدمه الراس، مع اضطراب بالدوره الطمسيه، مع تاخر بالانجاب. تأخر في الإنجاب وليس أنه عدم الإنجاب. طبعا هي إلى درجات حسب شدة الدرجة. نحن مشكلتنا بالمبيض المتعدد الكيسات بتكون الإباضة فيه غير منتظمة، وبالتالي هذا بيأخر الحمل. فالدورة الطمسية بتكون مانا نظامية، وبالتالي أنه بيصير حمل. إيه نحن بنقول للمريضة أنه بيصير، بس الاسترس والضغوط اللي بتصير حواليها هي اللي بتأخر من موضوع الحمل بهذا المبيض المتعدد الكيسات. ممكن أنه مثلا تكون الطمس كل 35 كل 40 يوم، بهيدي الحالة بتكون نسبة الحمل أحسن
من انه لما والله لا بتكون في حالات ما بتجي الدوره التنسيق اذا نحن ما اعطينا علاج. طبعا بهيدي الحاله حكما لازم نعالج نحن مشان حدوث الحمل بتنظيم الدوره التنسيقيه، ممكن تنظيم الاباضه، نحن بنعطي من الادويه اللي بيقولوا لك انه دكتوره هذا خافض سكر، ايه مزبوط، لانه نحن هذا المبيض المتعدد الكيسات بترافق مع زياده مقاومه للانسولين وهيدي بتاثر على موضوع الاباضه. في حالات قد نصل الى حاجه تنظير بطن لحتى نحن نعمل ثقوب، نعمل 3 ثقوب بكل مبيض، فهذه بتساعدنا على انه تصير في عندي اباضه احسن بهدول المبيض المتعدد الكيسات وبالتالي حدوث فرصه الحمل اكثر. تمام دكتوره، خلينا نروح يعني مع بعض ونغوص، خلينا نحكي بهي الجوله الكثير كبيره هي العلاج يلي يمكن هي كثير طويله الامد وكثير من الصبايا بملوا. اول شيء عندي سؤال، دواء مانع الحمل دائما بيقولوا ما بيصير تاخذيه لانه ممكن ياخر الانجاب، دواء مانع الحمل هو ممكن يسبب خربطه بالهرمونات، فعلاج الاكياس هل هو حصرا بدواء مانع الحمل وشو هي الثقافه اللي لازم نحن نصححها بشان هذا الدواء وتركيباته وخطورته وفوائده ايضا؟ كثير سؤال مهم. اغلب اكياس المبيض بتتراجع عفويا حتى بدون علاج، نحن بنعطي مهله 3 اشهر اذا ما تراجع الكيس نحن اي طبعا العلاج هو حب مانع الحمل. في كثير خوف من حب مانع الحمل مثل ما قلتي انه والله انه لا ما عاد رح يصير حمل، طبعا هذا الحكي ابدا 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 ما هو نظامي. في بنات نحن بنعالج لحدود 6 اشهر من حب المانع وانه اوكي بيتاخر احيانا الحمل، ممكن 3 اشهر مو اكثر انه بعد ايقاف حب المانع مشان يصير حمل. اي مانع حمل حتى فرصة الحمل الطبيعي لو ما أخذين أي مانع حمل نحن ممكن يتأخر موضوع الحمل 6 أشهر لسنة، يعني نحن موضوع حدوث الحمل تراكمي. بس بيجي لما بيصير بقى فيه الخوف والستريس إنه والنقل حوالينا المريضة إنه أنت أخذتي حب مانع وما عاد رح يصير حمل، وهذا الستريس هو للأسف اللي بيأخر موضوع الحمل. حب المانع آمن ما في أي إشكالية حتى للصبايا الصغار. حتى للصبايا الصغار. طيب قد مدة زمنية لازم يعني للماكس إنه ياخذوها؟ 6 أشهر بس. طبعا اذا رجعنا فتره ورجعنا اخذنا ما في مشكله. هلا نحن مشكلتنا هلا نحن عم نحكي انه اغلب اكياس المبيض بتتراجع عفويا بدون الحاجه للعلاج. نحن بنعالج بكل الاحوال 3 اشهر اذا كانت عندي الاكياس الوظيفيه. نحن ما عم نحكي عن المبيض المتعدد الكيسات. المبيض المتعدد الكيسات دائما بنخبر البنوته انه انت بدك تتعودي على نوعيه مبايضك هيك، لانه قد ما نظمتي وقد ما اخذتي حب مانع فانه هي ممكن ترجع تصير في عندي اضطراب بالدوره الطمسيه ممكن. هي حل مؤقت يعني عليك. فنحن بنعالج بكل الاحوال اذا بدنا نحسن الاعراض من العد بالوجه، بدنا نحسن من تساقط الشعر، بدنا نحسن من الشعرانيه، بنعالج 6 اشهر منشان نعالج الاعراض المترافقه مع المبيض المتعدد الكيسات. بس لما بتجي المريضه وبتراجعنا عليها بتقلي دكتوره راحوا الاكياس هذا المبيض انه خلص هيك انت ورثتيه هيك، يعني كيف ورثتي لون شعرك لون عيونك طبيعه، هذا بدك تتعودي معه كمان بهذا المرض يعني عفوا وراثيا وراثي كمان وراثي وراث المبيض متعدد الكيسات وراثي. هلا باقي انواع اكياس المبيض، في حاله ثانيه كمان من اكياس المبيض اللي هي الاكياس الاندومتريوزيه كمان هيدي وراثيه. ما تبقى لا اكياس وظيفيه ممكن طبيعه الحياه مثل ما حكينا التدخين قصور الغده الدرقيه هدول ممكن يلعبوا دور بانه تشكل الاكياس الثانيه، بس هيدي وظيفيه يعني احيانا بنكشفها بالصدفه، ممكن تكون مراجعه المريضه من سبب ثاني فنحن بنصور على الايكو بنلاقي كيسه. حتى اثناء الحمل احيانا بتخاف المريضه انه نحن بنصور انه في كيسه مبيض انه دكتوره هيدي بدها تسقط، لا هيدي اكياس وظيفيه بتترافق مع هيدا وبتتراجع عفويا حتى بدون علاج. طيب في حالة تم إهمال الموضوع الصحي عند الصبية أنه عندها كيسة على المبيض وتم إهمال هذا الموضوع بموضوع العلاج، شو ممكن يودي هذا الموضوع؟ في خطورة على الرحم على الإنجاب في المستقبل؟ هلأ على الرحم والإنجاب لا، بس نحن إذا أهملنا لمتابعة كيسة المبيض إذا كبرت أكبر من حد معين تمزقت بالبطن أو أدت لحتى انفطال المبيض، طبعا أكثر شيء انفطال المبيض لأنه انفطال المبيض ممكن يأذي المبيض كله، يعني تنعدم التروية الدموية عن المبيض وبالتالي نستأصل المبيض كاملا. طبعا حتى إذا استأصلنا المبيض فكمان هذا الشيء بخوف البنت كثير انه انا ما عاد احمل انه راح عندي المبيض، طبعا بكفي تلت المبيضين لحتى تكون هي قادره على الانجاب. الفرص اضعف هلا اكيد بدها تصير الفرصه اضعف، بس انه ما بيصير حمل
بصير؟ بصير تمام، يعني نحن بكل الأحوال عادة بتصير الإباضة مرة على المبيض اليمين مرة على المبيض اليسار، فأنا عندي مبيض تاني شغال شهريا طالما في عندي دورة طمسية نظامية فإنه أكيد موضوع الحمل. فأكثر شيء بإهمال الكيسات هي إذا كبرت وتمزقت بقلب البطن أو إذا صار في عندي انفتال المبيض، فهي وقتها للأسف علاج جراحي. فمنتابع الموضوع، إذا ما تراجعت أو ما حسينا عم يصغر حجمها، طبعا فوق 6 سنتي نحن لحتى نحكي عن هذا الخوف من كيسات المبيض، فإذا ما تراجعت نحن بنحطها علاج حب مانع لثلاث أشهر، ما تراجعت نتدخل جراحيا طبعا، والأفضل هو بتنظير البطن، جراحة كتير بسيطة أنه ثلاث ثقوب منظار، يعني بتقوم المريضة فورا ما عندي هالأعراض الجانبية، لأنه إذا وصلنا لمراحل لا سمح الله انفتال المبيض أو تمزق كيسة المبيض ودم بالبطن، فبدي أضطر أفتح جراحي بتترافق مع زيادة نسبة أكثر من الالتصاقات وبالتالي تأخر الإنجاب لبعدين. نعم دكتورة، للأسف ثقافة أنه نروح عند دكتور نسائي يمكن شوي قبل الزواج غير موجودة بمجتمعاتنا، اليوم عم نشوف عوارض وظواهر وخطورات عم تأثر ما بعد الزواج بسبب الإهمال، وخاصة مثل ما ذكرتي حضرتك ببداية حديثك لايف ستايل غلط عنا، الأكل الجاهز والهرمونات اللي عم نتناولها من نحن وصغار عم تأثر علينا. اليوم لكل أهل قديش المهم ثقافة الطبيب النسائية، قديش مهم أنه وجود أي عارض أنه نحن ما نلجأ للجيران للفيسبوك لجوجل، لا نلجأ لطبيب مختص، حتى يعني سوري لو حالة المادية ما كتير منيحة ولا الوضع الاقتصادي ما نو منيح لكل الناس، في كتير من الأطباء بيردوا واتساب بيردوا فيسبوك على كل الناس. يعني عليك هلأ كتير هيدي شغلة مهمة فعلا، قديش كتير بتضل الأم حتى وقت اللي بتجيب البنوتة على العيادة أنه خايفة أنه بنت ما حدا يشوفها ما حدا يعرف انه تزارت دكتور نسائيه. يعني موضوع كيسات المبيض هو اصلا شائع عند البنوتات بسن النشاط التناسلي اكثر ما انه شائع يعني بالاعمار الكبيره، فما في خوف، يعني هو ايكو ما انه مرض بخوف، ما له آثار اجتماعية تانية لحتى تخافي على البنوتة. ضروري كتير المتابعة وخصوصا بسن النشاط التناسلي أي اضطراب بالدورة الطمسية، لأنه ممكن يكون الحل بسيط ونحن قلنا أغلب الكيسات تتراجع عفويا، أحسن ما نوصل للمراحل اللي للأسف ممكن تكون إلى عقابيل، يعني التمزق أو الانفتال، أنا خسرت كيسة خسرت مبيض، ممكن صار عندي التصاقات شديدة إذا انفجر الكيس تخسر مبيض؟ أيوة طبعا بيروح. ممكن أخسر المبيض كاملا إذا انفتل المبيض، لأنه لما بيكبر الكيس المبيض متحرك، فإذا فتل ما بقى في تروية دموية، مثل بيصير مثل اللي بيسموها بالعامية غرغرينة، فإنه انقطعت التروية الدموية على المبيض تموت المبيض، أنا بدي أشيل المبيض ما عندي حل تاني. إذا تمزق وكان عندي نزف كتير هيدا كمان بدي أضطر شيل المبيض، فأنت ما في داعي توصلي لهذه المرحلة، ما في خوف من مراجعة الطبيب، استشيروا طبيب النسائية مثل ما قلتي، مو جارتك ولا رفيقتك ولا، يعني أهم شيء بس لاحظتي أي اضطراب بالدورة الطمسية فخبروا الطبيب فوراً، أغلب الكيسات تتراجع عفويا دون الحاجة لشيء، ما في إحراج من مراجعة الفتيات الصغار لطبيب النسائية، هو إيكو بيكشف لي هيدي الكيسات وبتتعالج والعلاج بسيط جدا جدا جدا. طب دكتورة ذكرتي المواد التغذية يعني الأكل وهيك قصص، الأكل الجاهز لا يا ضحكت بتحب القصص كل الجيل الجديد بيحب الأكل الجاهز أي، بس أنه هو كتير تأثير سلبي على الجسم على طبيعة هرمون الجسم، خلينا هيك نعطي ولو فكرة لكل حدا عم بشوفنا أنه قديه نوعية الأكل ممكن تأثر على جسمنا على المبيض على التكيس. هل أكثر شيء نحن حكينا أنه زيادة الوزن، لأنه الوجبات الجاهزة معروف قديش هي يعني بس زيادة الوزن، إذا حبينا نذكر شيء ثاني يعني بشكل عام الأغذية الهرمونية ممكن يؤدي إلى شوية اضطراب هرموني وبالتالي أكياس المبيض، بس هذه بتكون أكياس وظيفية يعني أنه ما في خوف منها بتتراجع. هلا اكثر شيء انه نحن حكينا قصور الغده، زياده الوزن، التدخين، هلا الارجيله كثير شائع حتى عند الاجيال الجديده، هيدي ايه ممكن كمان تاثر على موضوع عندي انا الاباضه بالمبيضين وبالتالي الى كيسات المبيض، بس كمان بنرجع بنطمن انه هدول اغلب الكيسات اللي بتترافق مع هيدي الحالات هي كيسات وظيفيه بتتراجع عفويا او حتى بالعلاج. الحاله الوحيده اللي بتخوف الاهل هي المبيض المتعدد الكيسات اللي حكينا عنه، انه هذه حاله مختلفه تماما، اكثر شيء بيلعب دور فيه هو
العامل الوراثي بتختلف شدته، يعني مو انه كل مريضه يعني بدينه انه هي عندها مبيض متعدد الكيسات، او بالعكس في احيانا بنشوفهم عند البنوتات النحاف، بس هو اللي بيؤدي لزياده الوزن لانه بيترافق مع زياده مقاومه للانسولين، وبالتالي ما بينهضم السكر منيح، وبالتالي هذا السكر بيتحول لشحوم. بس بنرجع بناكد للاهل انه كمان هيدي الاغذيه اللي بتؤدي لزياده الوزن بتؤدي لاضطراب هرموني التدخين، الاغذيه الهرمونيه، بس انه هيدي كيسات المبيض هون انه منطمن الاهل انه بتتراجع بسيطة. بتتراجع. طيب دكتوره، عند وجود هي الكيسات في تاثيرات جانبيه اذا ما تعالجت بالشكل الصحيح بما يخص، خلينا نحكي، حكينا عن الفيدباك يلي بتعمله بقلب المبيض او بالانفجار، ولكن ممكن تاثر على الثديين، ممكن تاثر على عوالم مثل وجع راس، ممكن اكتئاب، ممكن شيء عضوي ممكن ياثر هذا الشيء. ممكن خارجيا طبعا ممكن تترافق احيانا مع صداع، مع احتقان بالثديين، مع الام اسفل البطن باحد الجانبين بحسب جهة كيسة المبيض، ممكن تترافق مع اقياء، مع غثيان، حسب هي قديش وصلت لاحجام، انه فيه تسريب منها لسائل بقلب البطن، اذا كان في عندي سائل قلب البطن فعندي اضطراب حركة الامعاء، في عندي الام بطنية، فيها اذا كانت التهابية ممكن تترافق مع حرارة، فهيدي الاعراض كلها ممكن نحن نشوفها بكيسة المبيض، فاي اعراض مانا طبيعية فانه اكيد المفروض فورا استشارة. هلا ممكن يكون الاستشارة مانا موجه لعن طبيب النسائية، بس اي طبيب ثاني انه لاحظ اي اعراض وطلب ايكو، فهي تشخيص الأكيد هو عن طريق الإيكو. نعم. بس أنه ممكن تؤدي لهيدا الاضطرابات كلها، فأي أعراض من هيدا الأعراض ما بتشوفها الأم عند نفسها أو عند بنوتها، فأنه المفروض نحن فورا نعمل استشارة. طيب قدين نسبة بالمية ممكن تكون هاي الأكياس هي بحاجة لتحاليل، ممكن تكون يكون فيها شيء خبيث غير حميد؟ هلا الأورام الخبيثة كتير قليلة نحن، ما يعني ما لها علاقة ب يعني ضمن الأكياس هيدا الكيس؟ لا لا، نادرا ما نشوف هيدا الكيسات، يعني من وقت اللي منشوف نحن أورام المبيض الخبيثة نحن منشتبه، فيه معيار نحن بنسميه سي او 125 واسم ورمي، لما بنشتبه نحن بنعاير، طبعا بنشوفه عند البنوتات الصغار باعمار ال 18 و20 سنه لاورام المبيض الخبيثه، وبالاعمار الكبيره أوكي. بس مثلا مريضه بسن النشاط التناسلي بعمر ال 20 25 30 سنه نحن شفنا كيسه مبيض، من محتويات الكيسة نحن ممكن نشتبه. هلا في أكثر شيء نحن الكيسة الاندومتريوزية والكيسة العجائبية نحن بنسميها، إنه طبعا عجائبية لأنه بنشوف فيها شغلات عجيبة، ممكن نشوف فيها شوية شعر شوية دهن، هي خلايا مضغية جنينية موجودة من المبيض بتتكاثر وبتعمل لي هذا. طبعا هيدي سليمة 100% ما بس هي لازم تنشال بس هي بتنشال جراحيا لأنه للأسف ما بتروح دوائيا. طب نحن بدنا نتشكرك كثير على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، اكيد كل حدا عم يشوفنا استفاد، وحيكون لنا اكيد وقفات ثانيه بصباحات ثانيه. شكرا كثير دكتوره سوسن محفوظ، بدي اتشكرك.